دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم غد الثلاثاء 29 من شهر شعبان. وذكرت المحكمة في بيان لها أنها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم غد الثلاثاء، وترجو ممن يراه بالعين المجردة وبواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. إلى ذلك أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وأكد بأنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان، مبيناً أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية ومنظومة الصوت بجميع أجزائها وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، ويشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة باستخدام أحدث التقنيات، وذلك لما تولي حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية والتي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إداراتها ووحداتها لتقديم أرقى وأفضل الخدمات. واستعدادا لشهر رمضان المبارك، قامت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بصيانة كسوة الكعبة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلة. وأشار وكيل مجمع الملك عبد العزيز المهندس أمجد الحازمي إلى أنه ووفقا للخطة التشغيلية والفنية للوكالة يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة بشكل يومي وعمل صيانة دورية، مضيفا بأن الفريق المعني بالمهمة يقوم بتفقد جميع أجزاء كسوة الكعبة والحلقات المثبتة له والعمل على إصلاح الملاحظات بشكل فوري في حال وجودها، مفيدا أن الوكالة تحرص على تنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة استعدادا لشهر رمضان، موضحاً أن تلك الأعمال تتلخص في تركيب قماش بارتفاع 3 أمتار من جميع الجوانب للكعبة بالإضافة إلى شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف مع أعمال تنظيف كسوة الكعبة بالكامل.